من المفترض أن يكون شهر رمضان هو شهر وموسم لتهدئة النفوس وزيادة الألفة بين الناس، إلا أن ذلك يحدث بشكل عكسي تماماً عند بعض الأشخاص، فتزيد المشاحنات والمشاجرات وترتفع معدلات التوتر والانفعال لأسباب مجهولة بحجة الصيام. للحديث أكثر عن الأسباب التي تقف وراء ذلك تنضم لنا الاستشارية الأسرية وفاء يوسف. يعطيك العافية ست وفاء. أهلا وسهلا. وكل عام وأنت بخير. وأنت بألف خير آيات. يعطيك ألف عافية ست وفاء. خلينا نتحدث عن الأسباب التي تقف وراء العصبية في رمضان. غالباً ما نرى الأشخاص بدأت المشاكل وبدأت المشاجرات والمشاحنات بحجة اللهم أني صائم. إحنا عادةً ندخل على رمضان عنا محملين بكم هائل من الأفكار عن رمضان وبكم هائل من التقليد اللي إحنا عبدناه باللاوعي بعقلنا. والدنا كيف كان يتصرف برمضان، عمنا، أبونا، أمنا، أخونا الكبير. فإحنا عادة ندخل على رمضان محملين بسلوكيات نتبع من سبقونا ونتعامل معه كشهر طقوس أكثر من شهر عبادات. بالضبط. فأنا لما بدي أدخل على رمضان على إنه طقوس وعلى لازم أعمل اللي عملوه اللي سبقوني، فأنا بدخل حاسس حالي خرجت من منطقة أماني. نعم. أنا لازم أنفذ كيف كان والدي يعمل لما يقرب موعد الفطور. صحيح. لازم يروح من شغله وينام، لازم الأكل يكون جاهز فيه وكذا وكذا وكذا. نعم. هل في ضرر إذا قل شيء أو زاد؟ كل والمائدة تكون وفق النسق الذي تربيت عليه في بيت أهلي. بالضبط. وكمان بيكون هذا الشخص غير قابل ليخرج من التقليد اللي كان فيه. عملية الخروج هي خروج من منطقة الراحة، من منطقة التعويد. فهو إذا تغير عليه موعد القهوة، موعد السيجارة، موعد أي شيء كان يمارسه بحياته العادية، برمضان بصير عليه غضب وبصير في عنا اختلافات وخلافات كتير على إنه كيف نؤدي هذا الشهر. كل حدا حسب شو بيريحه. لكن بالنسبة للأشخاص المدخنين أو المدمنين على المنبهات لديهم فعلا أعراض انسحابية تظهر جليا في رمضان. في وفي ناس بتعصب وما عندها لا مدمنة ولا بتشرب منبهات طهوة ولا دخان، لكن مع ذلك هدول كمان بيعصبوا. فإحنا عنا دائما العصبية ممكن تأخذ تقليد، هيك هم بيعملوا فهذا الشيء اللي أنا لازم أعمله. وفي ناس بتظهر عليهم الأعراض إنه هو معتاد على توقيت، على كمية من الدخان أو المنبهات هو بياخدها. طيب المفروض إنه شهر الصيام هاد إحنا بدنا ندخله عشان ما يصير معنا هذا الحكي. إذا كنا واعيين صحيح ندخل على هذا الشهر إحنا بلشنا نقلل من منبهاتنا ومن اعتيادنا على وقت السيجارة أو أي بشكل تدريجي. بشكل تدريجي أي شيء معتدين عليه. نعم. فأنا بدي أدخل على رمضان عشان ما يكون أول أسبوع أو أول 3-4 أيام كارثيات ويصير فيها خناقات ويصير فيها مشاكل. لازم أدخل وأنا عارفة أنه أنا بستقبل شهر أنا بدي أخصصه لعبادات. نعم. أنا بدي أخصصه لصلة رحم. أنا بدي أخصصه مش معناته أنه بقية السنة لا، بس بقية السنة في عندي لكن كما أريحيات مختلفة. قلتي أنا أخصصه، إذن هذا الشهر يمتلك خصوصية وقدسية معينة تختلف عن بقية أشهر السنة للعبادة، لكن للتعاملات وصلة الرحم ومهارات التواصل القدرة على أني أكون شخص لطيف في أغلب الأوقات ومهارات حلوة. هذا لا يعني مش ضروري يكون بس برمضان، انا بخصصه للعباده، لكن انا عبادتي ما ححمل وزرها للناس المحيطه فيا. نعم. فانا مش انا حصوم والباقي يصفي انه بتضايق من صيامي لاني انا شخص فض. فانا لازم اكون عارف انه انا اخذ اجر هذا الصيام وهذا الشهر لكن بدون ما اكون هنالك اشخاص تتجنبين الحديث معهم خلال فترة الصيام، يقول لك الآن رح يكسر الدنيا، أنا خليني أجل طلبي مثلاً إلى بعد الإفطار أو مثلاً هذا النقاش نأجله إلى بعد الإفطار. إحنا لازم نفرق بين أشخاص أسوياء وأشخاص عندهم اضطرابات. صحيح. فعلي ليه؟ لأنه الشخص السوي عنده قدرة يستعمل عقله في كل لحظة.
الشخص الغير سوي يستعمل اللاوعي، يعني السلوكيات المخزنة بدون وعي، يعني بيعصب هو مو عارف ليه عصب، بيغلط، بيغضب، فيكون الصيام شماعة. بالضبط، احنا الصيام شماعة اكيد، لانه انت ممكن في يوم انك تصوم لاي ظرف كان وما يكونش صيام وما تضطر لهذه العصبية كلها. ليه؟ لانه انت عارف انك تحت وطأة شيء اكبر منك. لكن احنا الصيام بطلنا نعطيه القيمة اللي كانت موجودة، القيمة الروحية، القيمة الروحية المشكلة والعبادية. نبدأ الشهر ونقول نحن متأهبين ومتخوفين من كم الساعات التي سنقضيها صياما في كل يوم، في نهاية الشهر ماذا نقول؟ والله كان خفيف علينا، لم نشعر به. هذه الكلمة تكون موجودة دائما على ألسن الناس للأسف، لأنه إحنا بس نتعود على شيء ومنعتاد عليه بيصير علينا أسهل، فإحنا بنخرج من منطقة أماننا. الأول كم يوم صعبين لأنه الشخص بيكون معتاد على رتم معين في حياته، خروجنا من منطقة أنه إحنا معتادين على كذا هذا بيسبب لنا غضب. طيب إحنا في ناس أنه مش هذا الوقت بيقدر يدخن أو بيقدر يأخذ بتنجان القهوة أو كاسة الشاي، في هذا الوقت في بعض الأشخاص تشعر بالظلم أنه هو أنه لا، هو بده هلأ يشرب فنجان قهوة مقيد، يأكل مقيد. نعم. التقييد هذا هو إلزام عنا في الدين للقوانين، يعني صحيح. هو بده يعود هذا الطفل وهذا الراشد وهذا العاقل وهذا البالغ أنه في قوانين أنت وسلطة أنت بدك تمشي ضمنها. صحيح. هلأ ربنا إذا جعنا أو أفطرنا مش هنا المقياس، المقياس قدرتك على التحمل وعلى التعامل مع الظروف، والصيام هو الشيء الوحيد اللي دائما ينمي كل مهاراتنا. وأهم شيء التركيز على الأعراض الانسحابية التي تترافق مع الانقطاع المفاجئ عن المنبهات، احنا فينا نتعامل مع الأعراض عن النيكوتين بالتخفيف قبل موعد الصيام، يعني احنا يعني علميا تم تأكيدها، وجدوا في الدماغ بأنه هنالك مؤشرات للتحفيز السلبي وشدة الانفعال تترافق مع نقص الكافيين في الدم. بالضبط، لكن مع نفس الوقت انت لما بتقللي قليلا بصير في الدماغ بينتج. صحيح. فبقدر يساعد، عشان هيك اي حدا ادمن على شيء بعد فتره بيعتاد وبيرجع لطبيعته، فما في شيء هو بيبقى مثل ما هو. طيب كيف نتعامل مع الشخص العصبي خصوصا داخل حدود الأسرة الواحدة؟ يمكن في الشارع نتجنبه، لكن داخل الأسرة هل نتجنب الحديث معه؟ هل نفهمه بأن ما تقوم به خاطئ كسلوكيات وانفعالات غير مبررة؟ هلأ إذا هو على حد الكلام فأعتبري أنه أنت بدك تأكدي شعوره. نعم. يعني إذا جينا إحنا بدنا فعلا نتعامل مع العصبي، ما تقولي طب بس خلاص طول بالك ورو، طب شو بده يصير، يعني انتهى يعني خلاص ضايل ساعتين، بيزيدوا عصبية الطبيعي. لكن صح، بدك تعلي نبرة صوتك مع الرتم تبعه وتأكدي أنه أنا بشعر في اللي انت بحاسس فيه. الدنيا شوب، الدنيا أنا عارف إنه وقت سيجارتك، عظيم. بس وأنا عم برفع صوتي عشان أنا وياك، أنا فاهمة حاسة بمشاعرك وعارف الفكرة اللي عندك، أنا لا أخطئ فيها ولا أصيب. النبرة يعني ما راح تكون موترة إله؟ لا، لما بترفعي وانت مؤيدة انت نعم. بتكسبي وده، فحيرجع ينزل التون، فحتنزل التون. عظيم. حينزل التون، حتنزل التون، فبيوصل لمرحلة بعد كم يوم إنه ما في شيء عصب عليه. نعم. يعني احنا عادة بنقول لو المرأة او الرجل او الاولاد بيتعاملوا مع الشخص العصبي بهاي الطريقة بيعالجوا عصبيته، لكن احنا عادة خلاص بكفي، يعني شو هو هالنهار وبده يخلص، ليش نكبر الموضوع؟ ليش نكبر الموضوع؟ نعم. هو بالنسبة له الموضوع كبير، انت ما كنتي مكانه. صحيح، اتفقنا. احنا عندنا مشاعر تولد، لا ما حدا فينا بيقدر يعرف داخل الاخر، فعشان هيك اللي بيغضب عليه هو الألم، الشيء اللي هو مش قادر يتخطى. صحيح. ضعفه، فأنت لما تذكريه بضعفه أنه مو قادر يتخطى يغضب أكثر. نعم. فعشان هيك دايماً بنقول في سياسة في التعامل مع الغاضبين عشان نخلصهم من الغضب، لكن إحنا بالعادة لا، يا منطنشهم فبيزيد عصبيته. صحيح. يا إما منوطي صوته، منتفه من حجم الشيء اللي شعري فيه، منسخف من الحديث، من الشعور، من الفكرة، من أي شيء.
في نهاية الحديث أود أن أسألك عن اضطرابات الساعة البيولوجية، كم تلعب دور في حدوث هذه الانفعالات وزيادة معدل التوتر لدى الأشخاص الصائمين؟ هلأ في ناس بتزيد التوتر، وفي ناس بتدخل في كآبة، في ناس إذا قل نومه، إذا تخربط موعد نومه بيدخلوا كآبة، صحيح. في ناس بيدخلوا بكسل. كل حدا عنده كطبيعة لجسمه الساعة البيولوجية مهمة بالنسبة له، نعم. لأنه هو عملية التغيير صعبة، وهي التغيير بالساعة البيولوجية بنسقك، بروتينك، بسلوكياتك، بمهاراتك. التغيير بحد ذاته للشجعان، فإحنا دائما بنقول وهذا شهر للتغيير عموما، هو طبيعي لأنك بدك ترفعي من قيم شيء، وبدك ترفعي من استعمالاتك وسلوكياتك بشيء، وتقللي بشيء آخر. فرصة لدعم مخزونك النفسي ورفع سويتك خلال هذا الشهر، دعمك الروحي والنفسي والإكمال فيه على نفس الرتم بقية أشهر السنة، مو هذا شهر مثل ما أنت قلتي أنه فقط يكون للعبادات والتواصل وصلة الرحم، وبعد انتهاء شهر رمضان نعود كما كنا. هو الشهر هذا بيحاول يعودنا، احنا دائما بنقول اي شفرة بدماغ اي شخص اعطيها 3 أسابيع لشهر بيتغير، فالشخص يتجانس مع الشيء اللي اعتاد عليه، لكن احنا للاسف بنحطه بمده، فاي تطور لما تحدده بمده صحيح. العقل بانتهاء المده بينفي صحيح. فعشان هيك دائما بنقول لما بدك تاخذ اي سلوكيات وعادات جديده هي بتحسن من شخصك وشخصيتك، لا تتركها لوقت، يعني لا تحددها برمضان. عظيم. انت ملتزم بالصلاه، انت ملتزم بصيام، انت ملتزم بطيب الكلم، انت ملتزم بخلق حسن، انت ملتزم بكرم، اتبع هذا الشيء كلايف ستايل، هي هذا روتينك او هذا يعبر عن مبادئك حياتك عنك. صحيح. اما مش لا يعبر عن انك كريم بس برمضان، صحيح. وشخص لطيف بس برمضان، او شخص عصبي بس برمضان، او شخص بيتحاكاش معه برمضان. لا، يعني النصيحه اللي بقولها لكل المشاهدين، لا تخلي سلوكك يحكم شخصك. سلوكك في وقت معين هو طفرة، ضعف، خلل حصل معك، لكن لا تخليه يحكمك وتكون غير قادر على تحسينه وتطويره. مشكلتنا أنه نستسهل كلمة عصب فتركوه، فصار ياخذ العصبية استراتيجي بده يتعامل فيها وينفذ من كل مشكلة ويسيطر على من حوله، وحتى الجميع يقبل بتصرفاته. بالضبط. ففعلي الاستراتيجي هذه أخذوا وقت، ما قدر يتصرف، فطلعت معه زبطت، فضل متبعها، أصبحت سمة عامة. بالضبط. فلا وتتحول إلى اضطراب لاحقا. أكيد. عموما وفاء يوسف الاستشارية الأسرية، كل الشكر لك، نورتينا اليوم في عوافي، ونعود ونقول لك مجددا كل عام وأنت والأهل بألف خير. وأنت بخير.